السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، الناخب الوطني جبل بالماضي والذي يترأس على رأس العارضة الفنية يؤجل الإفصاح عن قائمة الخضر الخاصة بالكان لسبب واحد. أعزائي المشاهدين، للتعرف على هذا السبب أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الضغط على زر لايك تشجيع لنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا قرر الناخب الوطني جمال بلماضي تأخير موعد الندوة الصحفية إلى بداية الأسبوع المقبل عوض الأربعاء القادمة لسبب غير معلوم وبقى مجهول لمعظم يعني مناصر المنتخب الجزائري وأيضا للصحافة الجزائرية، وهذا قبل مباشرة التحضيرات الرسمية لكأس إفريقيا والتي ستنطلق أعزائي المشاهدين بداية من 3 جوان المقبل بمركز التقني لسيدي موسى. ومن المنتظر أن يكشف بلماضي على القائمة الرسمية للخضر والتي هي المعنية بالمشاركة في المنافسة القارية والعرس الإفريقي في هذا الصيف بمصر. وطبعا أعزائي المشاهدين تتساءلون ما هو السبب، طبعا السبب يعني واضح كوضوح الشمس أعزائي المشاهدين لكي نكون في الصورة، هو أنه لديه ضغوطات كبيرة على كاهن الكوتش بلماضي بخصوص القائمة الخاصة بالخضر، هو الشيء الذي دفعه لتأجيل الفصح عنها إلى أجل آخر. طبعا اعزائي المشاهدين يعني لكي نكون في الصوره وهذا واضح كوضوح الشمس، هو ان يعني هنالك مناوشات ويعني مشاكل بين الاتحاديه الجزائريه وجمال بلماضي، هذا ما يقوله البعض. والبعض الاخر يقول ان هنالك مفاجاه يحضرها الناخب الوطني جمال بلماضي لجميع مراسلي وعشاق المنتخب الجزائري. لذا اعزائي المشاهدين يعني هذا الشيء يبقى مجهول لحد الان لكي نكون في الصوره، وبين قوسين هذا الشيء يبقى مجهول لان هذه الامور تدور فقط بين اتحاديه زطشي وايضا الناخب الوطني جمال بلماضي. ولكن الصحافة الجزائرية كعامة أعزائي المشاهدين أصدروا خبرا أن يعني السبب الوحيد لتأجيل هذه القائمة الرسمية لكان 2019 والتي ستلعب في هذا العرس الأفريقي المنتظر والتي ستقام بدولة مصر هو أنه لديه ضغوطات، يعني قالت ضغوطات ولم يعني تشرح معنى الضغوطات، ولكن كرأي شخصي مني أعتقد يعني أعزائي المشاهدين هذا مجرد اعتقادي، فكل واحد ولديه اعتقاده الخاص. طبعا رأينا مناوشات كثيرة على زطشي في الأونة الأخيرة، وطبعا الشكل الوحيد هو أن هنالك مشاكل مع الناخب الوطني جمال بلماضي ومع اتحادية زطشي. طبعا أعزائي المشاهدين كما قلت لكم هذا يبقى رأيي الشخصي فقط، وأنتم أيضا إذا لديكم آراء أدلوا بها يعني في مجال التعليقات، فمجال التعليقات مفتوح للجميع. وهنا ينتهي هذا الفيديو ونلتقي في فيديوهات جديدة، ولكن قبل انتهاء هذا الفيديو أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الضغط على زر لايك تشجيع لنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. والسلام عليكم.